هنا احنا عاملين ستوب ووتش، فاحنا عاملين ايه بقى؟ موصلين 6 7 زيرمنت، موصلينهم على ديكودر باربع بنات. تمام. طيب تعالوا نشغلها، فهي اول بنايه بس دلوقتي اللي بتعرض، والباقي صفار، يعني بتعرض حاجات مختلفه في نفس الوقت. عايزه مثلا ان انا اعمل ريسيت واعيد من الاول، فادوس هنا فريسيت اهو تاني. عايزه اوقفها مثلا فادوس هنا فوقفت. طيب عايزه ارجع اشغلها تاني فادوس هنا ترجع تاني، تفضل بقى شغاله. طبعا اول اتنين للثواني، الاتنين التانيين للدقايق، والاتنين الاخرانيين للساعات.